هو ذا جيلنا يا سعدي، أخذنا حقائبنا إلى الحرب وعدنا مبتسمين للنساء في ساحة الميدان دون صحبة من حياة، كأننا تركناها هناك في الأرض الحرام مع بساطيل بنية وسوداء وأحذية رياضية لم تسعف أصحابها في الهرم. قلت لك إنها سفرة في مقبرة، وهكذا كطرود بريدية تعود توابيتنا إلى المطارات بجوازات منتهية وذكرى حياة شيدت على عجل. عشرة أيام وأكثر من طيران في شتى الديانات، وما زال موتانا حالمين بمعانقة أرض محايدة.